في قلب العاصمة بين مراد رايس وواد كنيس. غنوار الرسام الفرنسي المشهور شكل لوحته في 1881 اللي تنطق بجمال الطبيعة في واد المراتع الغابة. سر التسمية مشي معروف، كان اللي يقولوا هي عروسة جديدة كانت في شهر العسل مع رجلها، وفي وسط البحر هجموا عليهم قراصنة وخطفوهم من البابور اللي كانوا فيه. دخلوا الراجل للحبس والمرأة زادوها لجواري الحرم تاع الدي الحسين، ومن هول وش عاشت هبلت وحوزوها من القصر. خرجت مبحرة ما تعرف حتى طريق، لا وين تتخبى ولا باش تعيش. ما لقت غير مقام واحد من المرابطية في راس الوادي يسطرها، وحنانة الناس المنطقة توكلها وتتهلا فيها. حتى جا النهار وين ما زادتش بنت وسموا عليها واد المراتع الغابة. كاين حكاية واحدة أخرى تقول في نهار ربيع شباب خرجت مرأة أرملة مع ولادها صغار باش يحوسوا في قلب الغابة اللي كانت زاهية بالخضورية في هذاك الوقت. كي كانت المرأة تتمتع بالحلاوي اللي جابتهم معاها، غفلت على واحد من ولادها وطح في واد ضيق وغامق. يقولوا بلي المرأة ما خرجت من الغابة، عقلها راح وهي مازالها تحوس على وليدها اللي ضاع منها. ناس المنطقة يقولوا بلي مازالهم يشوفوا خيالات جايزة في الغابة ويسمعوا عياط من البعيد تخلي القلوب القاسية تحس بهاد المرأة الحزينة على وليدها. حكاية بزاف انقالت، بالصح الصح يبقى مخبي في وسط حجر الواد واد المرأة تاع الغابة. ومن حكي لي على زمان نبقى ونحبوا الحكايات والروايات تاع الصغر وحنا متفكرين المقام المنور.